هي مباراة في الأول وآخر زي ما قلت يا كابتن أحمد، يعني وان سايد جيم من جانب واحد وكان والزمالك يعني، وتحققت النتيجة وكان واضح، ب 2-0. اه كان واضح، كان واضح إن المباراة وان سايد جيم. طبعا أنا ببارك ل كل من يمت بنادي الزمالك بصلة من جمهور ومجلس إدارة وأجهزة ولعيبة الحقيقة. طبعا بالفوزين، الفوز بتاع الكويتي الكويتي في هاندبول طبعا صحيح. حاجة جميلة جدا، والفوز بتاع كرة القدم. انا يعني الحظ لسه دلوقتي، حتى واحد حبيبي بعت لي، المستشار علي بعت لي الصوره بتاع جون شيكابالا. اه هو لما الجويلي قال لك انه خدها فيرست تايم، لا هي مش فيرست تايم، هي هاف فولي، هو وقفها بالظبط، وقفت وشاطر. اه هي الحقيقه اتلعبت بشكل رائع يعني، الجويلي هو شايفها هيقول وقفها فيرست تايم، واللي مش شايفها قال وقفها. لا ما احنا شفناها بقى خلاص يعني جت. انا جالي جول زيزو برضو حلو قوي. لا الجول بتاع شيكابالا ممكن نبعته يزعوا لنا يا جماعه الاهداف، حتى الاهداف بس يعني. لا هو كريم بعد اذنك الله يخليك، هو اصل الجول بتاع شيكابالا انا بعته لاحمد استاذ كريم حمدي. استاذ احمد عبد القادر، يا ريت تزعوا يعني نجيبوا لنا لو قدرنا، قدرنا نجيب عشان برضو الناس تتفرج على الاهدافين، لان بيقولوا هدف شيكابالا حلو. لا ومتحضر رائع والله. متحضر رائع من ناحيه اليمين، بين زيزو وبين سيد نيمار وبين رؤى، اتلعبت بين الثلاثي دول، وفي الاخر طلع سيد نيمار من ورا زيزو، وزيزو حط له الكوره، سيد نيمار لعبها مباشر كوره عاليه، شيكابالا كان ناحيه الشمال. وده اللي انا هنتكلم فيه بعد كده. شيكابالا كان ناحيه الشمال، ناحيه الشمال مش اليمين. شيكابالا كل جوانه بيجيبها من ناحيه اليمين بالظبط. شيكابالا النهارده جاب الجول النهارده من ناحيه الشمال، وقف الكوره لانها كانت عاليه وراح شايطها برجله الشمال. طبعا حاجه جميله جدا جدا رائعة. مبارك لنادي الزمالك، مباراة من جانب واحد، مباراة خدوها اللعيبة زي ما قلنا قبل بجدية، خدوها بمنتهى الجدية، عشان كده النهاردة فازوا بالمباراة. طبعا زيزو ضيع ضربة جزاء، أبلك زيزو يعني، ما يعني أي حد في الدنيا بيضيع، لكن على الفترات الكتيرة اللي شفناها من خلال الناس اللي كانت بتنقل البث المباشر، الزمالك كان كويس قوي النهارده الحقيقه. يعني انا زعلت ان المباراه دي ما اتذاعتش بصراحه. الحمد لله، الحمد لله، ان شاء الله المباراه اللي جايه نشوفها احسن. كابتن جمال هاخدك لنقطه ضربه الجزاء اللي قالها الكابتن احمد حليم، وضيعها زيزو. زيزو لسه مضيع ضربه جزاء في الهلال في السوبر لوسيل. كان من الممكن اعفاء زيزو النهارده من ضربه جزاء اي حد يخش، ولا الراجل كان عايز يخلي زيزو برضه نمره واحد على اساس ياخد الثقه اكتر واكتر؟ بتبقى سلاح ذو حدين يا طارق، يعني بالزبط. انا كمدرب عايز ارجع الثقه للعيب بتاعي، فبقول له ادخل انت شوطه، لو جت خلاص بيبتدي يلعب تاني ضربات الجزاء ويكمل. ده السلاح الايجابي، السن الوجه الناحيه الايجابيه، الناحيه الايجابيه. الناحيه السلبيه ان ممكن يضيعها زي دلوقتي، فيبتدي نقول نغير زيزو بقى، يعني اللي جاي كله زيزو يتغير علشان يهدأ يريح شويه ويخش واحد مكانه يقدر يجيبها، على اساس برضو في كتير جدا بيعرفوا يشوطوا ضربات الجزاء. بس هو طبعا زيزو كان متعود، وانا اعتقد المستر فيريرا كان عايز يرجع له الثقه في ضربات الجزاء، لان كمان الضربه اللي فاتت كانت مؤثره يعني، كانت لان هو دايما بيجيب الضربات المؤثره كويس جدا عندنا في صحيح. الزمالك بيبقى اخر ثانيه في المباراه بتبقى متعادلين 1-1 وهو يجيب ضربه جزاء كتير السنه، مش قصدي، دايما كان بيجيب المؤثره، فهو اما ضيع ضربه مؤثره فهو كان عايز يرجعه تاني النهارده. ولكن واضح انها، واضح كمان ان من مصطفى الجويلي بيقول ان انها طلعت جنب العارضه، يعني كمان مش في الثلاث خشبات، مش في الثلاث خشبات. فطبعا دي لازم يتغير بعد كده اكيد. هو بس انا عايز اقول مبروك طبعا نادي الزمالك، مبروك للكل اللعيبه، كملوا المنظومه ظبطت كل حاجه، واللعيبه نزلوا فعلا زي ما قلنا في اول الاستوديو يا طارق، الحمد لله رجاله جدا. احنا انتوا ريحتونا وعملتوا كل اللي انتوا عايزينه، احنا كمان هنبذل اقصى ما عندنا عشان نفرح جماهير الزمالك ونكمل المنظومه اللي هي بتساعد على المكسب علشان جماهير تبقى مبسوطه. تمام، احنا معانا هدف الهدفين، هنعرض طبعا هدف شيكابالا، ولكن الاهداف دي يا جماعه خلي بالكم منقوله عبر الصفحات، من الصفحات اللي على السوشيال ميديا، يعني الصفحات، بعض الصفحات السوشيال ميديا سجلوا الاهداف وزعوها على صفحاتهم، واحنا خدناها من هذه الصفحات عشان بس ما حدش يرجع على القناه في حاجه. فده هدف شيكابالا اهو، واضح طبعا انه منقول من صفحه الكابتن احمد الحقيقي، معانا الهدف اهو. وقفها صح يا احمد، خدها كده وقفها وشاطها على طول.
هو بيعتبر الفرستابنا عاليه. هدف يعني جميل جميل عالية. نعيده تاني يا جماعه معلش لو في اعاده اهو. بص يا بص يا كابتن احمد بص يا طارق وقفها بوش رجله كده. انت شفت راحت على بره. بص راحت على بره اهي. ايوه وراح حاططها في. لا شفت التحضير بتاع الهدف. ايه التحضير بتاع الهدف ما يعني جت لنا الباص بس. من اول هو يوسف اسامه اللي عامل اوفر ولا مين؟ لا نيمار. نيمار نيمار, نيمار. نيمار وزيزو لعبها له كان الاول او اي دروقه اهي لعبها لزيزو لعبت ايوه جاي من ورا نيمار. وعمل عرضيه. زيزو شيكابالا وسقف الشبكه يا جماعه صاروخ. يعتبر الكره بتنط بيعتبر الطاير. قال طاير عشان الكره كانت بتنط. جميل. كابتن عبد الحليم رايك في الهدف زمالك كابتن احمد عبد الحليم؟ لا عجبني في الجمله بصراحه. الايه؟ الجمله الجملة اللي هي بالتاك والتيك اوفر وال ما عجبكش الجول؟ ما انا جاي في الجول رائع. فعجبني لا الجملة كابتن ما هو الجملة لازم اعتني بحاجة كويسة. طالما انت شغال كويس يا كابتن اعتني بحاجة كويسة. فعجبني الجملة اللي احنا اتكلمنا عليه في الأول في مساحة كويسة بعد ماتش الهلال اللعيبة خدت مساحة كويسة واشتغلوا ونظموا نفسهم يا كابتن طارق واشتغلوا الشغل بتاع الراجل اللي احنا عمالين قلنا في البداية الراجل ليه أسلوب لعبه بيحفظ لعيبته ودي ميزة وشخصية نادي الزمالك. الجمله في منتهى الجمال في تحركات فيها في حفظ للعيبه مع بعضيها في جمله مدروسه شيكابالا واخد البعيده ده دوره والراجل موقف في المكان ده. نيجي للهدف شيكابالا لعيب كبير وبالتالي التوقيف هي الجون يعني 90% من الهدف السنده انت طلعت الدنيا كلها بره يعني السنده الاولاني دي خلاص انت الديفنس كله اللي طلع على الفاضي طلع بره وبالذكاء طبعا شيكابالا بوش رجله في البعيده صحيح. لا شيكابالا عشان لعيب خبره ولاعيب كبير فبالتالي مميز كمان شيكابالا ما بيحطش اي جول يعني بفضل ربنا بيحط جوان بتعجبنا كلنا انما اللي عجبني في الجون كجول الجمله والشغل بتاع لعيبه الكوره بتاع الشغل الجماعي في نص الملعب اللي احنا قلناها في الاول والجويل كمان اكد عليها كابتن احمد قال لك ان لعيبه الزمالك النهارده بتلعب لعب جماعي ده اللي قلناه في الاول 10 دقائق قلنا ده الزمالك عنده كوره جماعيه